هذا سائل يقول: ما عقاب من فعل فعل قوم لوط؟ نعم، يقول: ما عقاب من فعل فعل قوم لوط؟ هو يقتل على كل حال، لكن اختلفوا في كيفية قتله، فأبو بكر رضي الله عنه حرقهم بالنار، حرق اللوطية في النار، والذين من بعده يرون أنهم يقتلون بالسيف، يقتلون بالسيف، لأنه لا يعذب بالنار إلا الله جل وعلا. نعم، لو يقتل على كل حال إذا ثبت عليه هذا حده القتل. نعم.